صباح الخير. بيوت السياسة فارغة وبيت الكتائب عامر. انتخابات، صناديق، أوراق انتخابية، فرز أصوات، حركة مرور من وإلى الصيف، ومرشح أقرب إلى الواحد سامي الجميل، مع متطوع آخر للترشيح هو بيير عطلة رئيس إقليم الكتائب في مرجعيون حصبية. سامي سياسي يتمتع بمشروع الزعامة، له بصمات شبابية ريادية من لبنانه إلى لبناننا. صوته في ساحة النجم رفيع لكنه مدون، يلتقط إشارات الناس وإن تخف أحياناً وراء ناظور. ومن كان يتمتع بهذه القيادة لم يكن في حاجة إلى انتخابات وراثية صورية، يستقدم إلى صناديقها مرشح ثان لضمان المنافسة غير المتكافئة. مرشح يكرر تجربة حسان النوري عندما نافس بشار الأسد في الانتخابات السورية، وهو القادم من بيت النظام. سامي أسد الكتائب، خاض انتخابات كان من الممكن تفاديها لكونها أشبه بالتعيين، فهو يحتكم على إرث سياسي أضاف إليه شخصية واعدة، سواء بالتواصل بين التشكيلات السياسية اللبنانية أو عبر رؤيته الطلعية ونبذه الطائفية. ومن امتلك هذه المقومات لن يحشر نفسه في انتخابات بلا منافسين وراثية جدا عن أب. أما تقديم الكتائب على أنه حزب خاض انتخابات عبر التاريخ من خارج العائلة المالكة، فتلك واقعة غير مثبتة إلا في حالات الوصاية السورية على لبنان وأحزابه. ففي تجربتي إلي كرامي وجورج سعادة لم يأتي رئيس من آل الجميل، لأن الشيخ أمين كان يشغل منصب رئيس الجمهورية، فيما أولاد آل الجميل كانوا حينذاك في حضانة الكتائب ولم يدخلوا مدرستها بعد لصغر السن. في التسعينيات استكمل سعادة ولاية ثانية ثم منير الحاج وكريم بكردوني، والرؤساء الثلاثة حكموا برعاية الزمن السوري. لكن الانتخابات جرت وفاز سامي، وربما تكون إيجابيتها أنها ذكرت اللبنانيين بالصندوقة الانتخابية في عصر يتقاسمه الفراغ والتمديد، والشغور ليس في المؤسسات فحسب بل في الأنشطة المتجمدة سياسيا وغياب جلسات الحكومة أسبوعا آخر. أكد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب لبرنامج الأسبوع في ساعة أن الجيش السوري يعزز مواقعه في السويداء. الدولة السورية إلى جانبهم والجيش السوري إلى جانبهم، وأنا أؤكد لهم أن الطيران السوري بتصرفهم، الصواريخ السورية، المدفعية السورية والمقاومة بتصرفهم لحماية السويداء وللدفاع عنها. أنا أؤكد لهم هذا الأمر، وأؤكد لهم أن هذا الأمر أصبح على طريق التنفيذ. أصلا الجيش السوري لم يترك السويداء، الجيش السوري لم يسحب سلاحا من السويداء، بل عزز المواقع في السويداء، وكل الآليات التي انسحبت من لواء 52 أصبحت في السويداء، وكل الذين انسحبوا من معبر نصيب الدبابات أصبحت في السويداء، وهناك تعزيز للمواقع. وأهم شيء التعاون بين الجيش السوري وأبناء السويداء أثمر التصدي البطولي الذي حصل في مطار الثعلي، وأثمر المعركة البطولية التي خاضها أبناء السويداء إلى جانب الجيش العربي السوري واستعادوا فيها ما فقد من المطار. بالتأكيد أنا أقول لك، أصلا النظام في سوريا وزع أكثر من 25 ألف قطعة سلاح على الناس في السويداء، والسلاح الثقيل موجود وسيعزز، المطارات ستعزز، الطيران سيعزز، والسويداء إن شاء الله ستنتصر ولن يستطيع أحد الاقتراب من السويداء. نحن لا نقبل بأن يعتدي علينا أحد، وإذا اعتدى علينا أحد بصراحة المعركة مفتوحة في كل المناطق. لا يظن جماعة النصرة بأنهم يستطيعون قتلنا في إدلب ويبقون آمنين في لبنان. أنا لا بقيم وزن لحدا عندما تهدد أهلي، انتبهوا يعني. خلينا بدي أقول لك شغلة، كل عائلات هون وكل جماعات موجودين هون ومحميين، ما حدا في يحميهم بلبنان بكل صراحة.
دخل آلاف اللاجئين السوريين إلى تركيا أمس هربا من المعارك الجارية بين الأكراد السوريين وتنظيم داعش بهدف السيطرة على مدينة تل أبيض بعدما فتحت السلطات التركية حدودها المقفلة منذ أيام. ودخل السوريون حاملين أكياسا وأطفالا عبر نقطة أقجى قلعة الحدودية. وشهد هذا المعبر قبل ذلك حالة من الفوضى بعد أن عبر عدد من اللاجئين الحدود بطريقة غير شرعية من خلال ثغرات في الأسوار، ما دفع الجيش التركي إلى التدخل واستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لإعادة الأمن. وكانت تركيا قد منعت على مدى أيام دخول لاجئين سوريين إلى أراضيها قائلة إنها لن تسمح بذلك إلا في حال حصول مأساة إنسانية. أسفرت انتخابات رئاسة حزب الكتائب عن فوز النائب سامي الجميل ليكون بذلك الرئيس السابع للحزب. وقد أعلن الأمين العام للحزب أن الجميل فاز برئاسة الكتائب بأكثرية 339 صوتا في مقابل 37 صوتا لبيير عطلة. وفي مؤتمر صحفي بعد إعلان النتائج أكد الجميل وقوفه إلى جانب الكتائبيين وإلى جانب اللبنانيين الصادقين الذين يعملون للبقاء في هذا البلد. وكان الكتائبيون قد اقترعوا في انتخابات شاركت فيها غالبية رؤساء الأقاليم الكتائبية. رامز القاضي واكب النهار الكتائبي الطويل. في بيت الصيف الكتائبي ستضاف صورة جديدة إلى صورة بيير الجميل المؤسس والشهيد بيير الجميل الحفيد وأمين وبشير الجميل، هي صورة النائب سامي الجميل كرئيس سابع في تاريخ الحزب. وها هو النائب نديم الجميل يوثق هذه اللحظة التاريخية بوصول ابن عمه إلى رئاسة الحزب. ربما صورته أيضا ستزين الصيف بعد 4 سنوات، من يدري. حزب الله، الوطن، العائلة اقترع بانتخابات شارك فيها ممثلو الأقاليم الكتائبية الذين يقارب عددهم 400 مندوب لاختيار سامي الجميل أو بيير عطلة في معركة غير متكافئة باعتراف عطلة نفسه، إضافة إلى اختيار أعضاء المكتب السياسي فيما فاز بالتزكية كنائب أول للرئيس الكتائبي جوزيف أبو خليل. لو كانت النتيجة محسومة ولو كانوا الكتائبيين بغالبيتهم مؤيدين لهذا المرشح أو ذاك، ولكن بالنهاية لابد من إجراء انتخابات ولابد من اعتماد هذا المبدأ في عملية انتقال السلطة داخل كل الأحزاب اللبنانية وعموما والمسيحية خصوصا. لا يجوز أن تستمر الأمور على مبدأ التوريث. نجم الصيف كان بلا منازع الشيخ سامي الذي لاحقته الكاميرات بين الأروقة متحدثا إلى رفاقه حينا وإلى الإعلام أحيانا، لاحقته أيضا أسئلة الصحفيين عن التوريث السياسي. يعني الطعون تقدمت من عندكم من كتائبيين من الخوارج اللي هن رواسب المرحلة السورية، هن من رواسب المرحلة اللي كان الحزب فيها تحت الوصاية، وهن ناس معروفين أنهم مرتبطين بالأجهزة السورية. جينا على انتخابات معروفة النتائج وبالمحصلة حضرتك ابن الجميل ونجل الرئيس أمين الجميل عم تخلفوا بالوراثة السياسية اللي عم تتورط هلا، شو بتقول؟ أنا ما عندي تعليق على هذا الكلام، أنا خضعت للامتحان الديمقراطي أمام اللبنانيين بالانتخابات 2009 واليوم عم بخضع للامتحان الديمقراطي أمام الكتائبيين. ما بآمن أنه لازم إقصاء حدا لأنه بينتمي لعائلة، ولا بآمن أنه يجب إقصاء حدا لأنه ما بينتمي لعائلة أخرى. رح تسلم بعد 4 سنين حدا من آل جميل ولا بتمنى تسلم لحدا يكون من شباب؟ ما رح سلم لحدا، على الكتائبيين أنه يختاروا مين بدهم، ما حدا بيسلم حدا بالكتائب. الرئيس أمين الجميل رد أيضا على كل من ينتقد الحزب إلى الاتعاظ من تجربته الديمقراطية الفريدة
ولما لا فلتكن أيضا عبر الانتخاب النواب لرئيس للجمهورية. ما تنسى على مدى التاريخ، يعني معلوماتك شوي ناقصة. إذا بترجع في كان في الأستاذ منير الحاج، كان في الأستاذ جورج سعادي، كان في الأستاذ كريم بكردوني، كان في دكتور إلي كرامي، يعني تناوبوا على هذا المركز العديد من الرفاق يعني اللي منفتخر فيهم. وبعدين طيب لما كنتوا خارج بدنا ننتقص، ليش بدنا ننتقص من كرامة الإنسان؟ ليش بدنا ننتقص من كرامة الإنسان؟ ليش بدنا ننتقص من قدرة أي إنسان وتعلم محبة الناس له؟ نعم. في اليوم تقريبا 400 مندوب انتخبوا من القيادة، إذا هالمندوبين قرروا يقترعوا بجانب أي إنسان هيدي عيب، هيدا خطأ. أما النائب نديم الجميل وعلى الرغم من الحديث عن اعتراض سابق له لتولي سامي رئاسة الحزب إلا أنه شارك في الانتخابات. يعني اليوم المعركة الأساسية من على رئاسة الحزب، المعركة الأساسية هي على أعضاء مكتب السياسة، وهونيك رح كل شيء عم يلعب. هلأ بالنهاية الرئيس معروف وكان في اقبال يعني هذا كان انه معروف، يعني كمان انت لا لا معروف قبل يعني. لا نوعا ما كان في اقبال من قبل كل المؤيدين وكل الحزبيين على مجيء سامي. ليش ما بنشوف حد الا حدا من بيت الجميل على طول رئيس للكتائب؟ كان في قبل بيت الجميل كان في بعض بيقولوا انه فتره اللي كنتوا برات العائله كانت قهرا، يعني لانه الظروف الوصايه السوريه كانت بالبلد، اجى رؤساء من برات الكتائب. وبعدين بغض النظر نحن اليوم عنا 4 سنين مرحلة جديدة تنشوف الرئيس الجديد شو جايب، كيف رح يكون نمطه، كيف رح يكون شغله. في وجه كل هذه الانتقادات هناك عدد كبير من الكتائبيين يرون في رئيس الحزب العتيد سامي الجميل صورة فتى الكتائب في هذه المرحلة، وهو القادر بديناميته التي أثبتها في مجلس النواب على نقلها إلى داخل صفوف الحزب. رامز القاضي، قناة الجديد. أكدت مصادر سياسية مواكبة للحوار بين تيار المستقبل وحزب الله الذي يستأنف مساء اليوم برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري ممثلا بمعاونه السياسي وزير المال علي حسن خليل، أكدت لا جدول محددا للجلسة، مشيرة إلى أن الشلل الذي يصيب الحكومة حاليا نتيجة تعطيل جلسات مجلس الوزراء سيفرض نفسه، خصوصا أن أطراف الحوار كانوا قد أكدوا في أكثر من مناسبة أن لا مجال لاستقالتها وأن هناك ضرورة للتعاون من أجل تفعيلها وزيادة إنتاجيتها. أحد الرمل البيضاء حاشد بالرواد قبل إغلاق المسبح الشعبي، تقرير يمنى فواز. آلاف الناس توافدوا هذا الأحد إلى المسبح الشعبي في شاطئ الرمل البيضاء لتوديعه بعدما سمعوا بأنه سيقفل نهائياً. يعود تصنيف هذا الشاطئ كمساحة عامة إلى عام 37 ويعطي كل مواطن الحق في الاستفادة منها، وهذا الحق المقدس قانونيا لا يعلم به المستفيدون من السباحة هنا، إنه لا يحق لا للقضاء ولا للبلدية المس به. كيف يودع الناس ما تبقى لهم من نافذة وحيدة في الصيف، عائلات وشبابا وأطفالا؟ للي بدهم يسكروا هالشط على هالعالم المعترة اللي اختنقت، ما ملاقي غير الرملة تيجي تفش خلقة فيه. لما سمعوا اليوم انه بده يتسكر شط الرملة قاموا قالوا تعال ننزل اخر مرة مشان البحر اللي عم نسبح فيه لاخر مرة حيتسكر علينا. والله هلا كنا عم نحكي انا وجوزي بالموضوع انه حرام، ما في الفقير وين بده يجي، يعني وين بده يروح؟ يعني انتم عادة ما بتجوا الا لهم؟ اي. طب اذا قفلوا شو حتعملوا؟ ما بنجي. وين بتبقوا؟ بالبيت؟ بالبيت طبعا. بزعلوا اذا قفلوا؟ بلا كثير بنزعل. طب شو بتطلبوا؟ أنه ما يفلو. فوجئنا بوجود محافظ بيروت زياد شبيب الذي أتى ليتفقد المواطنين المستمتعين بالشاطئ، وكنوعا من الطمأنينة لهم. للأجزاء اللي هي تعتبر ظاهريا بحسب المستندات المبرزة إنها ملك للأفراد، ملك خاص، هذه المستندات مضطرين نحن أن نتعامل معها كواقع إلى حين يظهر أمر آخر يوضح حقيقة الأمور. ما حدا في يمنعهم أنهم يمارسوا هوايتهم، واضح يعني في عنا ألوف مواطنين وجودهم هون بهالمكان هو الوجود الطبيعي. أكثر شيء نحن فينا نحسن ظروف التواجد، نحسن ظروف استعمال هالشط، ونأمن لهم خدمة أفضل. ويؤكد المحافظ أن لا إقفال لا للمداخل ولا للشاطئ، وأن التراخيص بإقفال مداخله لم تقدم إليه بعد.
شاطئ البحر حتى أبعد مسافة تصل إليها الأمواج في الشتاء هو من الأملاك العامة التي يحق لجميع المواطنين أن يقوموا باستعمالها وفقا للغاية المعدة لها. لموضوع السياج أو منع الناس من الدخول إلى هذه الأجزاء اللي فيها سندات ملكية، هذا الأمر بحاجة إلى ترخيص، وترخيص بيعطيه المحافظ في مدينة بيروت، ولم يتقدم أحد حاليا بترخيص. إذا كانت المعادلة أنه يمكن تملك الشاطئ في لبنان إلى حيث لا يصل الموج، تؤكد إدارة المسبح الشعبي أن الموج يصل إلى كل الشاطئ. ويضيف عليه الناشط المدني رجان جيم: المساحات اللي تم تملك إذا بتصوروا هون، هذه الحديد اللي موجودة مغروزة بالتراب للحيط مطرح ما تزيح لكل الحيطان، يعني هذه مساحة 29 متر أو 30 متر هون على كل على طول الشاطئ، على طول الشاطئ من أول لآخر. بس هلا ضرب الموج، ما نحن مرقنا بشتوية هلا، طب ما موج وصل لتاني جهة من الطريق، ما كلنا شفناه. بس هذا بما أنه بطبيعته ملك عام، ما حدا بحق له أنه يدعي أنه بيجهل القانون. طيب مظاهر الحال أنه هيدي شط رملي أملاك عمومية، كيف سمح لحاله القاضي أنه يتخذ قرار بشي شط رملي أملاك عمومية 4 مليون و 400 ألف لبناني بيعرفها؟ خلف القانون؟ أكيد خلف القانون، أنا بنظري خلف القانون. هلأ أنا عم بحكي كرأي عام كمواطن، بركي بالقضاء ما بقدر إني حاسبه للقاضي، بس هو خلف القانون وبده بيرجع لضميره بيعرف أنه خلف القانون. بحسب ما تقدم، استملاك محمد وسام عاشور أملاكا عامة وما صدر عن القاضي زلفى الحسن منذ أيام بإقفال جميع مداخل المسبح الشعبي هي بين قوسين مخالفة للقانون، والتدقيق فيها من قبل المعنيين لا يتطلب إلا الالتفات إلى القضية. هؤلاء لا يملكون الملايين في المساحة المواجهة التي تساوي الملايين، ولأن الدولة اللبنانية العزيزة لا تتعامل إلا مع أصحاب الملايين، ولكي تنفذ مطالبهم تسلب حقوق هؤلاء المساكين. من أمام شاطئ الرمل البيضاء، يمنى فواز، قناة الجديد. مشاورات جنيف اليمنية تنطلق اليوم، والأمم المتحدة تؤكد مشاركة كل الأطراف المعنية. بعد ساعات من تمنعه عن صعود الطائرة التي كان من المقرر أن تقله إلى جنيف للمشاركة في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة، توجه وفد أنصار الله الحوثي إلى العاصمة السويسرية جنيف للمشاركة في المحادثات. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة أحمد فوزي أن جميع الأطراف اليمنية المدعوة ستحضر محادثات جنيف المقررة الاثنين بمن فيهم الحوثيون، وقال إن المحادثات من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن ستبدأ صباح الاثنين في جنيف، وأضاف: ننتظر وصول الأطراف إلى ما نسميه مشاورات جنيف، على أن الوفدين اليمنيين سيكونان في جنيف مساء الأحد. وكانت طائرة الأمم المتحدة قد غادرت مطار صنعاء السبت فارغة من دون أن تحمل أحدا من القيادات الحوثية وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وذلك بسبب خلافات بين الطرفين حول نسبة المشاركة في مؤتمر جنيف وحصة كل طرف من الممثلين له، حيث طلب الحوثيون بحصة أكبر من الممثلين عنهم انطلاقا من وضعهم على الأرض وقوتهم، فيما طالب حزب صالح بأحقيته في النصيب الأكبر من الممثلين عنه انطلاقا من مكانته كلاعب بارز ومؤثر على الساحة اليمنية. وكان وفد الحكومة المشارك في اللقاء قد وصل إلى جنيف في وقت مبكر من صباح السبت استعدادا للجلسة الافتتاحية. ومع انطلاق المفاوضات، سيجري مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ مشاورات منفصلة مع الأطراف المتنازعة إذا تعذر عليه جمعها في قاعة واحدة، على أن يغادر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون جنيف مساء الاثنين بعد ترأسه المحادثات يوما واحدا، تاركا لمبعوثه إلى اليمن إدارة المشاورات التي ستتحول إلى مغلقة. الأمم المتحدة تدين استهداف طيران صنعاء القديمة وتصفها بأقدم جواهر الحضارة الإسلامية، فما قيمة هذه الجوهرة؟ دانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو الغارة التي شنها طيران التحالف الذي تقوده السعودية على المدينة القديمة في العاصمة اليمنية صنعاء، الموقع التراثي الذي وصفته المنظمة بأنه واحد من أقدم جواهر الحضارة المدنية الإسلامية. الغارة نفذت قبل أيام وأسفرت عن قتلى وتدمير عدد من المنازل في حي القاسم الذي يضم آلاف الدور التي شيدت قبل القرن الحادي عشر، وهو مدرج في قائمة اليونسكو لمواقع التراث الثقافي العالمي.
رئيسة اليونسكو إيرينا بوكوفا قالت إنها صدمت عندما رأت صور هذه الدور العظيمة متعددة الطبقات وحدائقها الهادئة وقد استحالت إلى ركام. وللصدمة مبرراتها التاريخية، لا سيما إذا عرفنا أن مدينة صنعاء القديمة الواقعة في أحد الوديان مأهولة بشكل متواصل منذ أكثر من 2500 سنة، وكانت مركزا رئيسا لنشر الديانة الإسلامية، وفيها أكثر من 100 مسجد و14 حماما عاما وأكثر من 6000 دار تاريخية، وأدرجت في قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي عام 86. من باب اليمن يعبر الزائر إلى المدينة التاريخية باعتباره الباب الوحيد المتبقي من الأبواب السبعة في السور المحيط بالمدينة، وباجتيازه يعود الزائر أدراجه إلى أكثر من 1000 عام من الحضارة. فالمدينة الآسرة بجمالها تتميز بطرازها المعماري المكون من طبقات عدة من مادة الطين والطوب الأحمر، يفصل بين كل طبقتين حزام فني بأشكال هندسية وزخارف بديعة، وتعلو نوافذها الخشبية عقود من الرخام الأبيض تسمى القمري، وتسمح بانعكاس ضوء الشمس إلى الداخل كما ضوء القمر. ومن باب اليمن العتيد يدلف الآلاف يوميا إلى صنعاء القديمة بحاراتها ومطاعمها الشعبية وحماماتها التقليدية للاستمتاع بأجوائها التي تقارب الخيال في حكايات ألف ليلة وليلة، هذا عدا أسواقها العتيقة الكثيرة والمتنوعة التي هي بمثابة المرايا للتاريخ المتغلغل بين ثنايا المدينة الزاخرة بالحرف التقليدية والأزياء الشعبية والصناعات اليدوية من سيوف وخناجر وحلي مصنوعة من الذهب والفضة والعقيق والأحجار الكريمة، ما يرسخ صورة أهالي السوق الذين بدورهم لم يتخلوا عن زيهم التقليدي. يذكر أن من بين أسماء المدينة اسم سام نسبة إلى سام ابن النبي نوح الذي بناها بعد الطوفان، وتسمى أيضا أزال نسبة إلى حفيد سام بن نوح. أما تسميتها صنعاء فمردها إلى جودة الصناعة فيها. لإعادة الألوان إلى حياة أصبحت ملبدة أحيا شارع مارلييس مهرجانا بعنوان لونة. تحت عنوان لونة انطلق مهرجان شارع مارلييس، حيث زين الشارع بأكمله وأقيمت العروض الغنائية والراقصة منذ الساعة 10 صباحا وتستمر حتى منتصف الليل بمشاركة من عدد من الفنانين، إضافة إلى نصب عدد كبير من الخيم على طول الشارع حيث تباع أنواع مختلفة من المنتجات المنزلية والفنية والغذائية. وزير السياحة ميشيل فرعون حضر افتتاح المهرجان الذي تنظمه جمعية تجار مارلييس. نقول أنه بالرغم من كل شيء مع التغطية السياسية والاتفاق السياسي على الأمن عم نعيش في فترة اللي هي فترة استقرار أمني حقيقي. هلا أكيد الخطر الإرهابي موجود بكل دول المنطقة، بس الاستقرار الأمني حقيقة والغطاء السياسي أو التعاون السياسي بمسألة الأمن حقيقة، وهيدي بعتقد يعني عنوان كتير كبير للحركة اللي عم تصير بكل المناطق اللبنانية. نحن سمينا المهرجان لونها لأنه شايفين أنه الصورة سوداء ملبدة بالوضع السياسي واللي بينعكس سلبا على القطاع التجاري. نحن صرنا 4 سنوات عم نعاني كقطاع تجاري وأسواق تجارية من انخفاض الحركة بالأسواق. سميناه لونها لنزود ألوان فرحة على اللون الأسود ونطلع من هالأحباط ونطلع من الوجع لنخترع فرح، لنخترع سعادة. من أبرز الوجوه الفنية التي تحيي المهرجان الفنان جوزيف عطية وسابين وعباس جعفر من برنامج شي أن أن. صفحة أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير. أقيم قداس في حريصة لمناسبة زيارة تمثال سيدة فاطمة إلى لبنان، وقال البطريرك الماروني الراعي في عظته إننا نعيد تكريس هذه الأرض المشرقية وهي مسيحية في الأساس إلى قلب مريم الطاهر، مستنكرا التقاتل الهدام الجاري بين الإخوة من أبناء الدين الواحد في منطقتنا. فنقرأ في مقدمة الدستور: الشعب هو مصدر السلطات، فلا يحق لأحد حرمان البلاد من رئيس لها منذ ما يزيد على السنة، الأمر الذي يتسبب بتعطيل سلطة المجلس النيابي التشريعية ويعثر عمل الحكومة
ويوقف التعيينات في المؤسسات العامة. في إهدن أقيم قداس في باحة قصر الرئيس الراحل سليمان فرنجي في ذكرى اغتيال الوزير طوني فرنجي وعائلته. شارك فيه إلى جانب رئيس تيار المرد سليمان فرنجي حشد من الفعاليات السياسية والشعبية. وقد ألقى الأب إصطفان فرنجي عظة تطرق فيها إلى مواجهة الفكر التكفيري وتجفيف منابعه من خلال تربية دينية تعمم ثقافة الانفتاح والسلام وحرية المعتقد. اعتصم عدد من أهالي قرى العرقوب وحصبية ومرجعيون احتجاجا على إقفال اليونيفيل منذ عام 2006 الطريق التي تربط بلدة العباسية بالوزانة مرورا بمحاذاة الغجر. ورفع المعتصمون الإعلام اللبنانية يتقدمهم النائبان علي فياض وقاسم هاشم وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير. وسط انتشار للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل وتحليق مروحية دولية في أجواء المنطقة. اللبنانيون يريدون فتح طريق العباسية وإخضاع على السيادة اللبنانية، والاستمرار في هذا الموقف هو موقف غير قانوني. تجمعنا اليوم يهدف إلى إرسال رسالة للجميع، للإسرائيلي أولا كي نقول له أنه ليس هناك ما يحول دون حق اللبنانيين في أن يمارسوا سيادتهم على أرض المحررة. نقول اليوم هي بضع أيام، نرفع الصوت من أجل أن يكون هنالك تحرك على مستوى الحكومة اللبنانية للتواصل مع قيادة قوات الطوارئ الدولية من أجل سعي إلى فتح الطريق. انهارت أجزاء من مبنى مهجور على الواجهة البحرية في منطقة صيدا القديمة قرب مدرسة المقاصد، تقوم بلدية صيدا بهدمه منذ فترة. وقد أنقذت العناية الإلهية عائلة تسكن في المبنى المجاور بعدما سقطت الأجزاء المتداعية على منزلها من دون وقوع إصابات. وقد حضرت القوى الأمنية وباشرت تحقيقاتها. هربت من عفرين في سوريا وماتت مع جنينها في لبنان، والأسرة تعزو السبب إلى الإهمال الطبي. لم تنل الحرب في سوريا وخصوصا في بلدة عفرين الكردية من الشابة جناية عبدو ابنة 24 ربيعا التي كانت تأمل بالعمر المديد بعدما فرت مع أسرتها إلى لبنان من آتون الحرب في بلدها. وفي بلدة صريفة الجنوبية عاشت جناي الحامل تنتظر ولادة طفلها الذي كان مقررا أن يرى النور بعد شهر، لكنها توفيت وإياه في يوم واحد إثر جراحة مستعجلة لإخراج الجنين الميت من رحمها ليدفنا سوية في جبانة البلدة. المرة صغيرة حرام تترك بتصابي وبنت وراها، مو حرام. طيب ليه الحرق الدلب كله ليه؟ عم بقول لأنه المرة عم تنزف برا ودمها صار بالأراضي، قال شو والله ما في عنا تخت فاضي. رحنا على المستشفى الثاني، قلت لها طولي بالك، هي اسمها الدنيا المرحومة، قلت لها طولي بالك يا دنيا نادت حرق. أنا ما بعرف شو صاير معها، بس وقفت هيك على جريان دمها صفى بالأراضي. جابوا الكرسي أخذوها دغري على العملية، اجى الدكتورة الصبي ميت ببطنه، راحوا عملوا العملية شالوا الرحم. اجى الدكتورة ليه هيك عاملين بالمرة؟ قلت له شو صاير؟ الرحمة صاير اسود مثل الفحم، قال معقولة تاركينها لهلا؟ قلت له والله يا دكتور هذا الدكتور اللي عم يداوم عنده هذا ثاني ولد عايده وانا بدي تجيبه. شو انا زعلان؟ طيب. مشان ولادي صغار يعني مش ولادي كبار، وهي غلطت بالدواء، هي قال لك شو بطلب مني ما بلكش لا بجيبه، يعني مدايم الناس بشحل من الناس بجيبه مصاري بشتري دواء. وما كانت تهم الحاله يعني مشان ابدا، مشان مرتي ما بصيرش معه شيء. هي نزل على شو اسمه على العياده معيعونه كل شيء خلصوا لها، هي ما فيها شيء. ورحنا على المستشفى، الدكاترة قال لي من صبح ميت، يعني في فرق ساعتين ثلاثة قال لي ميت. والنزيف صار معه أكثر من 15 يوم، نزيف جوات البطن صار أكثر من 15 يوم، يعني بطنه صار كله فحم. تحمل العائلة وفاة جوناي أو دنيا وجنينها إلى الطبيب الذي كان يواكب علاجها وعدم استقبال مستشفى آخر لها في سور، سيما وأنها كانت تعاني من أعراض التسمم قبل مدة وفق ما أفادت العائلة. مصممة المجوهرات نور عصام فارس وخطيبها ألكسندر خوام إلى القفص الذهبي. زفاف ملكي هو أقل ما يمكن أن يقال عن زفاف نور فارس ابنة نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس وألكسندر خوام اللذين عقدا قرانهما في كنيسة القديسة كاترين في فرنسا. عقد القران حضره أكثر من 1000 مدعو، وقد حجز العروسان 3 فنادق في منطقة دوفيل لينزل فيها ضيوفهما.
وبعد عقد القران كان العشاء الذي أقيم في قصر فارس في النورماندي المبني من أكثر من 300 عام، وحضر الضيفاف الرئيس السابق إيميل لحود وزوجته والنائبان الممددان مروان حميدي وعاطف مجدلاني والوزيران جبران باسيل والياس بوصعب ورئيس مجلس إدارة قناة الجديد تحسين الخياط. وكانت جورج بوش وبيل كلينتون قد اعتذرا عن حضور الضيفاف. إشارة إلى أن فستان العروس من دار جيان باتيستا فالي، وكان قد سبق الزفاف ليلة شرقية تحولت فيها أحياء في بلدة أونفلور إلى كرنفال فيه كل العادات والتقاليد العربية واللبنانية. وارتدى كل الحاضرون العباءة العربية نزولاً عند رغبة آل فارس المنظمين للعرس. إلى الأخبار الإقليمية والدولية، أكدت الخارجية السودانية في بيان رسمي أن الرئيس عمر حسن البشير سيعود إلى الخرطوم قادما من عاصمة جنوب أفريقيا جوهانسبرغ عقب انتهاء أعمال القمة الأفريقية. وكانت محكمة محلية في جنوب أفريقيا قد أصدرت أمرا مؤقتا بمنع الرئيس السوداني من مغادرة البلاد حتى تنظر في طلب تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وقد دعت المحكمة سلطات جنوب أفريقيا إلى توقيف البشير في أثناء زيارته لحضور قمة الاتحاد الأفريقي. اعتقال المعارض والنائب الكويتي السابق مسلم البراك لتنفيذ حكم بحقه بالسجن سنتين. أعلن محامي المعارض الكويتي البارز مسلم البراك إن السلطات الكويتية ألقت القبض على موكله لتنفيذ حكم نهائي صدر بحقه في محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة كويتية، بالسجن سنتين مع الشغل والنفاذ لاتهامه بالإساءة لأمير الكويت في خطاب ألقاه عام 2012 بعنوان كفى عبثا. وأوضح المحامي عبد القادر الجاسم لرويترز أنه جرى إلقاء القبض على البراك وتسعة من أفراد أسرته، مضيفا أن موكله بدأ إضرابه عن الطعام احتجاجا على حبسه انفراديا. ومسلم البراك هو نائب سابق في البرلمان والأمين العام لحركة العمل الشعبي، وطالما كان على خلاف مع السلطات بشأن تغييرات أجرتها عام 2012 لقانون الانتخابات، يرى هو وساسة معارضون آخرون إنها تهدف إلى حرمانهم من الفوز بالأغلبية. أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا مساء أمس مقتل القيادي الجهادي الجزائري المرتبط بتنظيم القاعدة مختار بالمختار في غارة نفذتها طائرات أمريكية شرقي ليبيا ليلة السبت، بينما اكتفت واشنطن بتأكيد حصول الغارة وهدفها من دون أن تؤكد مقتل بالمختار. وأوضحت حكومة عبد الله الثاني في بيان أن الطائرات الأمريكية قامت بمهمة نتج عنها قتل المدعو بالمختار ومجموعة من الليبيين التابعين لإحدى المجموعات الإرهابية شرقي ليبيا. البابا فرانسيس يطالب بتوحيد تاريخ الأعياد المسيحية، وهذا ليس أول مواقفه التي وصفت بالثورية. من جديد يثبت البابا فرانسيس جرأة في مواقفه التحديثية في الكنيسة الكاثوليكية، وذلك بعدما ذكرت إذاعة الفاتيكان أنه اقترح تحديد موعد ثابت لعيد الفصح حتى يمكن الاحتفال به بشكل متزامن مع الكنيسة الأرثوذكسية، مشيرا إلى أن ثاني أحد من نيسان يمكن أن يكون مناسبا. يأتي هذا الموقف بعد مواقف وصفت بالثورية اتخذها البابا فرانسيس منذ تاريخ انتخابه رأسا للكنيسة الكاثوليكية في العالم. عن الملحدين كان أكد أن رحمة الله لا حدود لها، وأن التحدي لمن لا يؤمنون بالله هو العمل بما يوجبه عليهم ضميرهم، فحتى المؤمن يقع في الخطيئة إن عرضت أفعال الإنسان موجبات ضميره. كذلك فوجئ العالم بتسامح رأس الكنيسة المحافظ عادة من مثليي الجنس لدى تصريحه بأن كون الإنسان مثلي الجنس ليس المشكلة، بل مجموعات الضغط هي المشكلة، وهذا ينطبق على أي نوع من اللوبي. حتى أن البابا الجديد دعا إلى مشاركة نسائية أفعل في الكنيسة، وتحدث أيضا عن ضرورة تعديل مقاربة وسائل منع الحمل، فالقضية كما رأى ليست بتغيير العقيدة، بل في أن تكون المقاربة الرعوية تأخذ بعين الاعتبار الخيارات المتاحة للناس في ظروف محددة.
لتبقى أقصى مواقف الباب الجديد هي تلك المتعلقة بالكنيسة نفسها، وأبرزها عندما اعتبر رؤساء الكنيسة في كثير من الأحيان نرجسيون ويقابلون فقط بالإطراء من قبل رجال الحاشية، مشددا على أن الكنيسة يجب أن تنزل إلى الشارع حيث الناس. وقد عبر فرانسيس عن سخطه من الكهنة الذين لا يعمدون الأطفال المولودون من أمهات عازبات قائلا: أولئك الذين يبعدون الناس عن الخلاص الإلهي هم منافقو هذا الزمن. Quando vedo un prete o una suora con la macchina ultimo modello, ma non si può. كيف ستقابل آخر دعوات رأس الكنيسة من قبل الكنيسة الأرثوذكسية؟ وهل ستتوحد تواريخ الأعياد المسيحية بعد قرون من الانفصال؟ 9 مليارات دولار تكلفة قناة السويس الجديدة من أموال المصريين. تقرير منى عشماوي. اللمسات الأخيرة على مشروع قناة السويس الجديدة والتي ستتوج للافتتاح في حفل أسطوري في 6 أغسطس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار الشخصيات من ملوك ورؤساء حول العالم، بالإضافة إلى مشاركة كبيرة لجموع الشعب المصري بكل فئاته وطبقاته في حضور الاحتفال. لتبدأ هيئة قناة السويس بالتعاون مع التحالف العالمي لشركة WBB بحملة دعائية عالمية تنقل قصة هذا الإنجاز العظيم إلى العالم أجمع، ليعرفوا أن المصريين حفروا قناة مائية بطول 72 كيلومتر في أقل من 12 شهراً. قناة السويس فيها 25,000 عامل وموظف كلهم مصريين، فهمش أجنبي واحد. ليشهد الحاضرون عبور أول سفينتين من قوافل الشمال والجنوب داخل القناتين قناة السويس وقناة السويس الجديدة، يعبران في ذات الوقت أمام أعين الجميع لمضاعفة حجم المرور اليومي بالقناة، حيث من المتوقع أن تزيد الإيرادات السنوية في القناة من 5.3 مليارات دولار إلى 13 مليار دولار خلال 10 سنوات. تقع قناة السويس الجديدة في قلب رؤية شاملة لتطوير منطقة صناعية وزراعية على طول خط القناة، ليعرف بمشروع تنمية قناة السويس لخلق ملايين من فرص العمل الجديدة لشباب مصر خلال السنوات القادمة. ده خط بالليف، هما بيعمقوا أو يكبروا المساحة بتاعتها، بيكبروا مساحة القناة من الجهتين، من الجهة دي ومن الجهة دي. يعني ايه خط بارليف؟ هو ده غير اللي كان بيننا وبين اسرائيل؟ اللي بيننا وبين اسرائيل المفروض كان ده وده، هم فتحوا ما بينهم. في براقة في كل اتجاه القناة، براقة بتسحب المية والرملة من قلب القناة وترميهم على الجبل. دلوقتي حضرتك دلوقتي وصلنا 16 متر وان شاء الله في تقدم 24 متر و26 متر. احنا هنا قاطرة دي اسمها انقاذ بحري، يعني احنا لا قدر الله المركب يحصل لها اي حاجة، مركب بيعمل لها جراوندينج اللي هي الشحط، او مركب فيها فاير او اي حاجة، احنا بنبتدي نطلع بنتعامل مع المركب. تكلفة انشاء قناة السويس الجديدة 9 مليارات دولار، شارك فيها المصريون باموالهم للاكتتاب على اسهم القناة، بينما يمر بقناة السويس الاصلية والتي افتتحت عام 1869 7% من التجارة العالمية، وهي أكبر مصادر العملة الصعبة، حيث تدر على مصر والمصريين 5 مليارات دولار سنوياً. أكد الفريق مهمميش أن أعمال الحفر والتكريك ستنتهي في 5 يوليو/تموز، لتدخل القناة في خطة تجريبية قبل موعد الافتتاح. أيام قليلة ويبدأ العد التنازلي لمرور أول باخرة عملاقة في ممر قناة السويس الجديدة، حيث يشعر المصريون، وهو شعور لم يشعرون به منذ سنوات كثيرة، بأنهم أرادوا ونفذوا وانتصروا. قناة السويس الجديدة هو عبور ثاني، ولكن هذه المرة للتنمية. منى عشماوي، الجديد، من داخل مجرى قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية. عناوين صحف اليوم الاثنين 15 حزيران، والبداية مع عناوين النهار. التعثر الحكومي أسبوعا ثانيا وسلام إلى القاهرة، بري عن الرئاسة الأولى، حتى الآن ما في ضوء. وفد الحوثيين توجه إلى جنيف بعد تغيير صيغة المشاورات الأممية. البراميل المتفجرة بين ديمستورا ودمشق اعتبارا من اليوم. الأكراد يقتربون من استعادة تل أبيض من الدولة الإسلامية. السفير عنونت سيناريو داعشي لعملية إرهابية شمالا. الحوار يتدحرج من الرئاسة إلى الحكومة.
الهدر يفوق 33%، 21.3 مليار دولار عجز الكهرباء. جنيف اليمني، الطموح الأقصى هدنة رمضانية. ديمستورا في دمشق، طهران بديل الأسد داعش. وفي الأخبار، وزراء بري يحضرون جلسات الحكومة، البلد لا يحتمل التعطيل. إسرائيل نحو حزام آمن لدروز سوريا، جيش السي آي أي في سوريا. الشيوعيون يحملون السلاح لمواجهة التكفيريين. وفي الأنوار اليوم، مجلس الوزراء مؤجل بعد استمرار حملة عون وهجوم ريفي. حشود تستقبل تمثال عذراء فاطمة في حريصة والمناطق اللبنانية. سامي الجميل رئيسا للكتائب، القوات السعودية تفرض منطقة محرمة داخل الأراضي اليمنية. خطف 8 تونسيين في ليبيا. نقرأ عناوين الديار، جنبلاط دخل بتغطية إرهاب النصرة، وحزب الله لن يسمح بتجاوز الحدود. هل يقبل دروز قلب لوزة مسعى جنبلاط لنقلهم إلى تركيا والأردن؟ سلام لا يستسلم لمشيئة عون، بري وزراء باقون حتى النهاية. سوريا تقدم كردي نحو طل أبيض، أردوغان قلق، تهديد لتركيا. اليمن الحوثيون يواصلون استهداف المواقع السعودية في نجران. ننتقل إلى المستقبل، سامي أمين الجميل رئيسا للكتائب، مسؤولية كبيرة. الحكومة والتعيينات على طاولة الحوار اليوم. فانوس رمضان، شبان السويداء يرفضون الخدمة الإلزامية ويلتحقون بمشايخ الكرامة. في البناء، إسرائيل تبحث مع الصليب الأحمر إقامة جدار طيب على حدود الجولان. مشايخ العقل السويداء بحماية الدولة، وجنبلاط ينتظر ساعة واشنطن. 10,000 ملتحق بالجيش خلال يومين، وآلاف قطع السلاح للأهالي. معلولة تستعيد هويتها وأجراسها وعذراءها، حردان لانخراط كل القوى في المعركة المصيرية. ننتقل إلى عناوين صحيفة اللواء، من المسؤول عن أجواء الإحباط والغضب في بيروت؟ 150 مليون دولار لعقار الرمل البيضاء، إشاعة أم صفقة؟ الحوار 13، الحكومة وضوابط الخطاب السياسي، التريث يتمدد أسبوعا آخر، وعون يستبق مجلس الوزراء بالتعبئة. ديمستورا إلى دمشق، والمعارضة تتقدم بريفي إدلب وحلب. الأكراد على مشارف طل أبيض، وتركيا ترى تهديدا وجوديا. في البلد اليوم، حزب الله يؤكد انتصاره في القلمون ولا جلسة هذا الأسبوع. أكراد سوريا على مشارف طل أبيض. في الجمهورية، بري للجمهورية، النصف زائد واحد حكوميا. هيا فتى الكتائب. ننتقل إلى الحياة، طائرة وفدهم أقلعت مرتين من مطار صنعاء. الحوثيون يستبقون جنيف بإسقاط عاصمة محافظة الجوف. تركيا تعبر عن قلقها من اتساع رقعة سيطرتهم في شمال سوريا. الأكراد يضيقون الخناق على داعش في تل أبيض. قطع مشاركته في القمة الأفريقية بعد أمر بتوقيفه، وجنوب أفريقيا تتجاهل الجنائية الدولية. البشير يغادر جوهانسبرغ حرا. نختم مع ما جاء اليوم في صحيفة الشرق الأوسط، كيمون بحث مع الزياني ترتيبات المؤتمر، ووفد المتمردين غادر صنعاء أخيرا بمشاركة الحراك والمشترك. جدل حول المرجعيات يسبق جنيف بعد إسقاط 22/16. البشير عالقا في جوهانسبرغ، مصادر رسمية تركية قالت إن شروط قادة الأحزاب لن تسهم في الحل. المعارضة لأردوغان إما أن تغادر قصرك الأبيض أو لا تحالف. دعم إيراني لطالبان أفغانستان ومفاوضات لافتتاح ممثلية. ختام النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.